السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أهلا بحضراتكم ولقاء يتجدد. وأما بعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يجمعنا وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، بتكلم مع حضراتكم في الفقرة الأولى من كل حلقة عن حب الله سبحانه وتعالى لخلقه. السلسلة دي سلسلة عظيمة جدا، وقلت لكم قبل ما اشرح الأدلة اللي بتثبت حب ربنا لخلقه، هشرح معاكم الثمرات اللي أنا وحضراتكم نتعلمها ونجنيها من خلال تأكدنا من حب ربنا لنا. الثمرة بتاعت النهاردة، لما تعرف إن ربنا بيحبك هتستحي منه. الحياء يعني، وكده العلماء يقولوا، هو تغير وانكسار يعتري النفس من جراء ارتكاب ما يعاب عليه الواحد. بس الحياء في حق ربنا حاجة تانية خالص، ده حياء بر وجود وكرم. الحياء إنك فعلا نعرف إن ربنا سبحانه وتعالى مطلع علينا وناظر إلينا، بيسمع كلامنا، والملائكة بتسجل علينا. ده يخليني ويخليكم نمنع المعاصي. أستهين بنظر ربنا إزاي؟ أنت عايز تعمل معصية ومحدش يشوفك؟ موافقين. بس سؤال، هل ربنا شايفك ومطلع عليك ولا لا؟ طبعا شايفك ومطلع عليك. طيب هتروح فين مش متشاف فيه؟ كل مكان هو شايفك. ربنا بيحبك، وده يخليك انت تستحي انك تعمل حاجة تزعل حبيبك منك. تعرفين المشكلة ايه؟ المشكلة إن إحنا ممكن نغلط فنسقط من نظر ربنا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. يعني كان أشد حياء من البنت اللي هي لسه لم تتزوج. الحياء هو اللي هيوقفني وهيوقفكوا كل واحد عند حده، إن الواحد يستحي إنه يعمل حاجة أو يقول حاجة أو يتصرف بشكل غلط. الحياء ده هو اللي هيخلي مكانتك تكبر وتكبر. طب أنا عايز أتعلم الحياء ده. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأسيادنا الصحابة: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إنا لنستحي. قال: ليس ذاك الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى. يعني إيه الكلام ده؟ مخك. بلاش مخدرات، بلاش خمرة، بلاش الحاجات اللي بتؤثر سلبا على المخ. أن تحفظ الرأس وما وعى، عينك تقبل إنك تنظر بها الحرام. أن تحفظ الرأس وما وعى، أذنك هتقبل إنك تسمع بيها كلام حرام. أن تحفظ الرأس وما وعى، لسانك هتقبل إنك تتكلم بيه كلام حرام. أن تحفظ الرأس وما وعى، أنفك تقبل إنك تشم بيها رائحة مش حلال لك. أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى. هتاكل حلال ولا هتاكل حرام؟ هتحفظ فرجك من الحرام ولا هتقع في الحرام؟ وأن تذكر الموت والبلى. كل واحد فينا يفتكر هنموت، هنفنى،
هنبقى لا شيء، هنبقى ولا حاجة. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. وأن تذكر الموت والبلى، احنا هنبقى رفات لا شيء، كلها سنوات، والمحطة هتيجي هننزل، كل نفس ذائقة الموت، وعد ربنا وقضاء ربنا خلاص. النبي بيعلم الصحابة الحياء الحقيقي والفعلي. تعرفين في موقف حصل حلو قوي؟ الموقف ده حصل، شوفوا ستنا السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق. ستنا أسماء أخت السيدة عائشة. ستنا أسماء كانت متزوجة من سيدنا الزبير بن العوام. ستنا أسماء كانت بتساعد زوجها في شغل الأرض. أيوة، تطلع تروح الغيط الأرض بتاعت سيدنا الزبير بن العوام. وكان سيدنا الزبير عنده فرس بيجاهد بيه في سبيل الله، فكانت ستنا أسماء تطلع تجيب النوى وتجيب التمر اللي واقع حوالين النخل بتاع الأرض بتاع زوجها، وترجع بيه المدينة علشان خاطر تساعد زوجها في الشغل. فيش عيب أبدا إن الست تساعد راجلها في شغل هي بتشتغله معاه، المهم إن الشغل ده يكون حلال. فهي أسماء أهي، النبي معدي كده معاه مجموعة من الصحابة عليه الصلاة والسلام، فيقوم النبي يقول مين دي؟ فقالوا له يبدو أن هذه أسماء. يا أسماء ذات النطاقين، أسماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف ونادى عليها، لا يا أسماء. قالت نعم يا رسول الله. قال تعالي يا أسماء اركبي معنا. مسافة طويلة جدا، تقريبا حوالي 9 كيلو، هتمشيهم على رجليها عشان توصل البيت. يا أسماء تعالي اركبي معنا. قالت عفوا يا رسول الله، والله ما كنت لأرد لك أمرا، ولكن لعلمك بغيرة زوجي لا حاجة لي بالركوب معكم. يا الله، الست دي استحت ان هي تعمل حاجة زوجها يزعل من خلالها. الناس دول بيضربوا أروع النماذج في الحياء. تخيلوا استحت تركب مع مين؟ أولا ده سيدنا النبي معصوم من الغلط، ومش لوحده، معاه مجموعة من الصحابة. شوفوا الحياء اللي جوه ستنا أسماء وصل بيها لحد فين. موقف تاني عشان نفهم الناس دي كانت بتعيش ازاي، والحياء من ربنا سبحانه وتعالى كان مسيطر عليهم ازاي. الناس دول الحياء وصل بيهم لدرجة ان الملائكة تستحي منهم. انت متخيل نفسك لما الملك يستحي منك، الملائكة تستحي منك؟ متخيل ده؟ في يوم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قاعد في بيته، وقاعد مميل على جنبه، جه سيدنا أبو بكر خبط واستأذن، فالنبي قال من بالباب؟ فالخادم اللي واقف قال هذا أبو بكر الصديق. أبو بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وحماه أبو السيدة عائشة، يعني صلة قرابة قوية جدا. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، فدخل أبو بكر والرسول مضجع مميل على جنبه كده، وفخذ النبي أو ساقه، رجل النبي صلى الله عليه وسلم مكشوفة، فضل الحال على ما هو عليه. دخل سيدنا أبو بكر قعد شوية صغيرين كده، وجي سيدنا عمر خبط واستأذن، فالنبي سأل مين اللي على الباب؟ قالوا له ده عمر، فأذن له بالدخول، فدخل سيدنا عمر. وسيدنا النبي على نفس الحال عليه الصلاة والسلام، قاعد مضجع ورجل النبي مكشوفة، شوية صغيرين، وجه سيدنا وحبيبنا عثمان بن عفان فاستأذن، فسيدنا النبي قال عليه الصلاة والسلام مين اللي على الباب؟ قالوا له ده عثمان بن عفان، ف
فالنبي أول ما سمع كلمة عثمان راح قاعد مربع ومغطي رجليه اللي مكشوفة. مين شايف الموقف؟ ستنا السيدة عائشة. فتقول له يا سيدنا النبي جالك أبو بكر وجالك عمر فلم تهتش لهما، فلما جاء عثمان جلست وسويت ثيابك. اشمعنى؟ ليه كده؟ فقال يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ هل أنا وإنت وصلنا المرحلة دي؟ لما نخاف من ربنا ونستحي من ربنا أكثر وأكثر صدقوني هنوصل للمرحلة دي. الفقرة الأولى مع حضراتكم في حلقة النهاردة انتهت، لكن آخد فاصل عشان بعد الفاصل أستقبل ضيفي فضيلة العالم الجليل الشيخ كارم الفقي عشان يكلمني عن أفعال الخير اللي بتقوم بيها مؤسسة نبض الحياة علشان نزود مع حضراتكم من كل أفعال الخير. خليكم معايا بعد الفاصل.